احمد هشام سينيور ويب ديفلوبر شركه ذات سوليوشنز. انا عرفت عن الكورس من الويب سايت بتاع سك. انا كان في دماغي ان انا اتعلم ويب اس او اي سيرفيس اورينتد اركتكتشر، بس كان في دماغي ان هو اركتكتشر اورينتد اكتر من انه بزنس اورينتد. بس كان في كونفليكت حصل هنا ان هو كان بزنس اورينتد اكتر، وده يعني استفدت منه بشكل مختلف عن اللي انا كنت متخيله. اكتر حاجه استفدت منها في الكورس كانت الاورينتيشن ناحيه البيزنس اكتر، ان ازاي نعمل البيزنس يوزنج الانتجريشن بتوين السيرفيسز الافيلبل. هو اقتراحات لمسار الكورس ممكن ان يبقى فيه بوشنج اكتر ناحيه الشغل العملي اكتر شويه من اللي موجود حاليا. بالاضافه ممكن يبقى في كيسز بزنس ريل بزنس كيسز اكتر من كده الناس تشتغل عليها ديورنج الكورس. يعني اكسبكتيشنز بتاعتي عن الكورس يعني مت بنسبه 80-85% تقريبا. I read the course 3.5. انا محمد احمد السرتي ويب ديفلوبر في شركه جلوبال سوفت. انا عرفت الكورس عن طريق الويب سايت وعن طريق الميلينج ليست بتاعت سك. هو الاوبجكتيف بتاعتي ان ناخد الكورس كنا ندخل في الكونسبت بتاع السيرفيس اورينتيشن اركيتكتشر، بالاضافه ان كنت متوقع موضوع الاركتكت والديزاين، بس هو كان مينلي اتغيرت وجهه نظر عن الكورس اكتر، اتكلم من ناحيه البيزنس نيدز اكتر، ودي بالنسبه لي كانت فاليبل. بالنسبه لي انا اكتر حاجه استفدت فيها في الكورس الموضوع بتاع الاي اس بي اللي هي الانتربرايز سيرفيس باس، ان انا ازاي اقدر اعمل انتجريشن ما بين سيرفيس مع بعض، ازاي ان انا اعمل اكتر من سيرفيس تقدر تكومينيكيت ويز اذر سيرفيسز، بالاضافه للتولز اللي احنا استخدمناها وتعلمنا ازاي نعمل الموضوع دوت على تولز زي ميور مثلا اوبن سورس تولز. كورس ككونتنت بالنسبه لكده هيبقى مناسب جدا لجميع المستويات سواء كان بيجنر او انترميديت، بحيث مثلا لو حد انترميديت هيقدر يعمل ريفرش للكونسبتس عنده. بس هو في نقطه ثانيه، يا ريت بس يبقى في ادفانسد كورس منه خاص بالديزاين والاركتكت مع الاس او اي والموديلنج بتاعه. في اكسبكتيشن كانت عندي بس اختلفت، بس حاجات للافضل عندي، لان ما كنتش شايف موضوع الاس او من ناحيه البيزنس برسبكتيف عندي، وازاي انا اقدر اتعامل معاه كده. ما كنتش اعرف حاجه عن موضوع الانتجريشن ما بين السيرفيسز وازاي انا اقدر اعمل الانتجريشن ما بينهم، لان الموضوع ده فعلا كان هيدك علينا في الديفلوبمنت. يعني لما كنا بنعمل ديفلوبمنت بايدينا في الموضوع ده كان بياخد معانا تايم كتير جدا. كورس بالنسبه للاودينس اللي هو بيعمل تارجت ليهم والكونتنت، انا شايف ان الريت بتاعه 5/5.